الميزان. برد الميزان استقبل روحانيات اسم الله السلام، استقبل روحانيات اسم الله السلام. ضع شيء في بالك تريده أن يقضى أو أن تفعله أو أي شيء متعطل معك وتريده أن يتم، انزل في التعليقات اكتب اسم الله السلام 7 مرات متتالية، 7 مرات متتالية، وردد قبل نومك اسم الله السلام 77 مرة، وهذا الشيء الذي هتضعه في بالك رح يقضى بعد 3 ليالي بمشيئة الله تعالى. نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. يسعد اوقاتكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله. كروحة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعم الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى بنية الفرج عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، لا إله إلا الله. شايف إن عندكم الأيام اللي داية عندكم حظ حلو في كذا حاجة، شايف إن عندكم حظ حلو في كذا حاجة، وهتدبروا الأمر اللي أنتم فيه، والحد اللي مركز معاكم ودمر حياتكم في الوقت المناسب ربنا هياخد لكم حقكم، هياخد لكم حقكم ربنا في الوقت المناسب. بس انت خلوا اعصابكم هادية، بلاش العصبية، بلاش العصبية، العصبية هتضيع من عليكم الفترة اللي داية. لاما لقاء لاما حاجة مهمة، يعني بلاش العصبية عشان هتضيع عليك حاجات كويسة. شايفنا عندكم حد مريض، الحد ده ربنا يشفيه بإذن الله تعالى. خير بشرة، بشرة خير من الحدة وأخبار حلوة بمشيئة الله. شايف هنا حد مخنوق، حد في سجن، حد مقفول عليه ببان، حد مظلوم. شايف حد مظلوم في سجن، يعني شايف إن هو بيدور على البراءة بتاعته بأي طريقة. إن شاء الله ربنا هيخرجه من الضيقة بإذن الله تعالى. شايفنا بلاش تتكلموا عن اي حاجه تخص حياتكم، بلاش تتكلموا عن اي حاجه تخص حياتكم. شايفنا البعض منكم مستني حاجه الفتره دي، مستني حاجه الفتره دي بقدر المستطاع. بس شايفنا هنا في حاجه انتم خايفين منها، حاجه خايفين منها، ما تقلقوش علشان هي مش هتحصل، فما تقلقوش. عندكم كميه شك، شاكين في الشريك، بس الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم. هذه القراءة أحبابنا في الله عامة، رجال ونساء، قراءة مفتوحة، خد اللي طابق ليك. شايف إن أنتوا هنا فقدتم ثقتكم في ناس كثيرة وما قادرينش تستحملوا، فقدتم ثقتكم. شايف إن هنا أنتوا خيركم على الناس اللي حواليكم، خيركم على الناس اللي حواليكم. شايف هنا دوا قلبكم جرح، عيونكم دايما بتنزف دموع. هدوا اعصابكم، هدوا اعصابكم، هدوا اعصابكم. شايف هنا قلبكم ابتدى ينبض من جديد، ابتدى ينبض من جديد. الامور عندكم هنا هتختلف. شايف هنا انتوا بتدوروا على راحة البال، بتدوروا على الامان، بتدوروا على الطبطبة. شايف ان انتوا هنا بتدوروا على الاحتواء رغم الهم والخنقة اللي عندكم، رغم يعني ان انتم هنا شايف عندكم امور فيها حلوة، شايف امور حلوة بإذن الله تعالى. بس اطلع من الطاقة السلبية، يعني انتوا هنا ملاقينش حظكم مع ناس، مع الناس اللي حواليكم دي مش لاقين حظكم معاها. الوضع اللي دواكم الفترة ده هيخرج، شايف ماشي، يعني شايف ان انتم قاعدين طول الوقت جسمكم وضعكم همدان، كسل، خمول، تعب، مع انه في نبضاتكم في القلب سريعه. شايفنا يعني حاولوا تطلعوا من الطاقه، لان انتم هنا محتاجين توأم روحكم، محتاجين حد يطبطب عليكم. بس انتم فقدتم ثقتكم في ناس كثيره،
بس انا شايف هنا ان انت هتاخدوا خطوه جديده وهتفعلوا حاجه جديده، في تغيير عندك، في تغيير هنا. انتوا فوضتوا امركم لله ونعم بالله العلي العظيم، بتقولوا احنا مش عايزين حدا من حد. شايف هنا في علاقه عندكم مع حد، في علاقه في رجوع فيه او في زواج، في ارتباط، شايف في اخبار حلوه، في اخبار حلوه باذن الله. يعني هنا هتبداوا تضحكوا بسبب القهر اللي زواكم والظلم اللي ظلمتوه. ان شاء الله الفرحه خلاص على عتبه بابك، خلاص هتفتح ليك الحظ، باب الرزق، باب السعاده، باب الفرحه. ان شاء الله اللي هو الحزن اللي خلقكم ما خليكمش قادرين تنسوا ولا قادرين تعملوا اي حاجه جديده. شايف هنا فعلا يعني انتم دلوقتي بتقولوا طاقتنا خلصت، مش مستحملين حد او مش عايزين حد، عايزين نخرج من اي مخرج في حياتنا. ربنا حاسس بيكم وعارف انكم بتعافروا وبتجاهدوا، يعني اشد المعافرة. ان شاء الله الباب يفتح امامك، باب الراحة، باب السعادة، عندك خبر كويس، خبر هيسعدك، واللي انت شاكك فيه مش هيحصل، اللي انت شاكك فيه. وبلاش الشك، بلاش الظن، بلاش الشك الكتير، بلاش الغيرة. شايف هنا الانفرادة الكبيرة اللي ديالك، انت مش متوقعها، هتكون بعد الصبر اللي انت صبرته ومن بعد الزعل والمشاكل اللي حصلت معاك. في حد هنا، في حد عايزك تساعده وتسامحه، عايزك تساعده وتسامحه. هو ظلمك، هيجي يطلب منك السماح، هيجي يطلب منك السماح هذا الشخص لانه طالب مساعدتك. هو ظلمك وكان عقبة كبيرة في حياتك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ندمك هيلمع وعندك انبساط في حياتك، يعني شايف انها تديلك اموال غير متوقعه ما كنتش متوقعها، لاما في نجاح في مشروع او وظيفه جديده، في حاجه انت هتعملها يعني هيكون عندك نجاح منها. في رساله ديالك انت مستنيها بقدر المستطاع، ديالك فيها بشره خير ليك، فبشرة خير ليك، وفي هدف طار انتظاره. في هنا شخص انت عمال تقاسي معاه وتزعج معاه او تشادر معاه، لكن هو مازال بيحبك وواقف معاك. الشخص ده مهما انت عملت يعني بتيجي عليه برضه، بس هو بيحبك جدا وحابب ان انت تكون ناجح هذا الشخص. شايف ان انت في حالك، شايفك ما بتدخلش في خصوصيات لكن ما بتحبش الغلط. شايف هنا برضو على طول مركز معاك ومش سايبينك في حالك وحاسدينك على اي حاجه، علشان دايما كده ان شاء الله ربنا بينصرك. انت وقعت في مشكله هنا، وقعت في حفره او في مشكله ما كنتش متوقع انك تخرج منها، لكن خرجت باذن الله تعالى. في حد عليه اوراق في الحكومه او محاكم بتخلص في اوراق، او حد قريبك مسدون، او انت عليك احكام، او حدا بتخلصها، ان شاء الله تخلص على خير بمشيئه الله. شايف عندك تفكير هنا، انت بتفكر في اللي حواليك بشكل كبير جدا، ومحدش مقدر اللي انت بتعمله، هو ده اللي انت بيخليك زعلان تعبان، لانك انت بتعمل وبتدي ومحدش بيقدر اللي انت بتعمله، فكده بتكون زعلان. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا منكم برضه هنا بيشتري مسكن او بيت او نقله، حابب ينقل من مكان لمكان، ان شاء الله في نقله قريبه بمشيئه الله تعالى. ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. الناس اللي بتراقبك من صام الضيق، الناس اللي بتراقبك الفترة اللي داية هتحط النقط على الحروف معاهم. الناس دي في بشرة ديالك،
بشرى ديالك الفترة دي فترة مميزة وجميلة، لأن أنت تطلع من اللي أنت فيه من الطاقة السلبية وتغير في أي حدا من حياتك. شايف هنا في مناسبة مناسبة هتخليك فرحان، وفي فرحة في أرض بيتك هتديك طاقة إيجابية. أنت محتاج أي حدا تديك طاقة إيجابية، مش محتاج السلبيات، مش محتاج السلبيات ولا الكلام السلبي. شايف هنا في انتصار، في انتصار. الانتصار ده يخليك تطلع من طاقة الكسل، هتطلع من طاقة الكسل، وهيخلي رزقك حلو، وهتبقى شخص مختلف. يعني شايف يا طب شخص مختلف، عندك خروج من كربة أو من كرب أو من فوضى أو من محنة، عندك طاقة خروج، طاقة خروج. عندك هنا ماشي تعب في الدسات، تعب الحسد عليك شديد شوية، عندك كمية حسد رهيبة، بدل مرة اتنين وتلاتة حسدوك مش سايبينك في حالك. بس بسم الله عندك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في رزق ديلك كبير بفضل الله تعالى. خلاص هانت، في هتقابل توأم روحك، في خرودة أو فسحة، في كلام، في عتاب ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في عتاب ما بينك وما بينه، لكن في رجوع ما بينك وما بين الحبيب أو الشريك، في رجوع ما بينكم. وكما قلنا هنا في فرحة في أرض بيتك، ممكن نقول زواج أو خطوبة أو ارتباط أو فرحة بمولود إن شاء الله. أنتم هنا كمان شايف هنا ماشي في شوية حاجات حصل معاكم مش عارفين تفسروها. في ست هنا، الست دي عندكم دي، الست دي قريبة عامل سحر على ليكم، عامل سحر بينكم وبين الشريك، مش عايزكم تكونوا مع بعض او تكونوا ناجحين او تكتملوا او يعني تكملوا مع بعض. السحر ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم، هينصركم عليهم، وهيفك السحر بمشيئة الله تعالى، وهتطلعوا من الضغوط ومن الكركبة اللي انتم فيه، هتطلعوا منها بقدرة الله تعالى. ماشي انتم في عندكم هدف حاطينه قدامكم، بتبصوله من بعيد، الهدف بتبصوله من بعيد، بعد عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، دايب لكم طاقة إيجابية، دايب لكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر، مستنيين يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتديلكم حاجة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حاجة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة مش عارفين ايه اللخبطة، لانه عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضو اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد، الحسد شديد عليك شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر. بس عندك يعني هنا معك روحانيات يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كتير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر. فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك لان روحانيتك كويسه ماشي حاليا، يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مره، مشيت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله. بس الطريقه تمشي معاك مره تانية، وهتمشي لهدفك، وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه، وهتعلي هتعلي هتعلي. شايفك ان انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا مش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقة، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير
يعني شايفك انا بس انت واضح هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص يعني. من عندك انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى المشكله اللي عندك. الماديات في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عط حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك، ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه هتوصل. هو ماشي حصل معك شويه تعب، لكن هتوصل بقدره الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حاجه، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغه، حاطك في دماغه الطرف الثالث، انت ما عطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمراء بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء، من حروفها. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حاجة هنا انت مقصر فيها، او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي ديالك فيها خير باذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا يشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك، أو شغل أو علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدا هتنشال وهتأخذ حدات أحسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، أو هتدخل في مشروع أو داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كمان انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كتيره، في ناس كتير مش بتحبك زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق، ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عندنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه تكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاله مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب،
تخص الحب. شايف ان انت حاجه بتتكرر معاك، اشاره، حلم عايز تفسره، في حاجه انت عايز توصل لها، في حاجه تعباك محيراك محتار فيها عايز توصل لها. لانك لو وصلت للحاجه دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحاجات كتيرة تعلي من شأنك. انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحاجة دي، والحاجة دي ان حليتها هي عقدة او هي حاجة مربوطة او حاجة مكفولة. ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك. الخلاف ده كان من فتره فاضي، من فتره يعني من الماضي، من فتره فاتت، هيبدا صفحه جديده او هيكون في صلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم، في خير باذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حاجه، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثة ما بينك وما بين حد، امسحها او اتجنبها، بلاش كل شوية تمسك التلفون وتبص على المحادثات او منتظر منه محادث او منتظر منه يبعت لك حاجة، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، عارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقيتش شايف مين بيحبك، ما بقيتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، عندك يعني حالتك النفسيه هتبدا تتحسن معاك، هتبدأ تحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخزلان، هتعرف إن في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر، بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حاجة عندك هتخلصها وهتسافر بإذن الله تعالى، فاتحة معاك طريق السفر فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحة، فيها فرحة ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكلة في الأول بتخلصها، هتخلص بإذن الله بسهولة وهتسافر وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعة، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفترة اللي داية فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول خطوبة أو حد ارتبط قريب ليك أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجة تتكلم عليها، اكتب اكتب شوية، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حاجة معاكم، يعني شايفكم برضو انتم منتظرين كذا حاجة تحصل، منتظرين طاقة خير ليكم او يعني طاقة فرحة، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شق، يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كانت صافيه، نيتكم كانت كويسه، بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديده ليك، فيها فرحه ليك، فيها سعاده ليك باذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك لان عليك نذر. ليك عليك نذر هتوفيه باذن الله تعالى وهتحسبها بالورقه وقلم وشأنك هيطلع وهتعلي بقدره الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وان كنت بتعاني من السحر او من النس او من تعطيل او من تابعه او من اي شيء داخل القناه
ننزل كل شيء بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق.